اخبار اللقايه العمانيات، ويصحبكم بالتعليق زميلي محمد بن بريك المرة. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الاعزاء، ايها الحفل الكريم، تتواصل انطلاقات الرموز في هذا المساء العاصف بالتنافس المثير هنا على أرضية ميدان الشحانية. ينطلق هذا المهرجان بالتوجيهات السامية من سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. أيها الأعزاء، انطلق في هذه الأثناء في أيام اللقاية وفي يوم اللقاية الشوط الرئيسي للعمانيات، والشلفة الفضية بالانتظار لهؤلاء المضمرين العمالقة. شاهدنا الشوطين الماضيين وهذا هو استكمال برنامجنا المسائي في هذا اليوم. نتمنى التوفيق للجميع. نتجه مباشرة إلى مقدمة الشوط، شواهين لمحمد بن زفنة بن الويهي العفاري على المركز الأول، وفي مقدمة الشوط ننتقل إلى المركز الثاني. تصل فن تعود ملكيتها لسعيد بن محمد بن سالم الوهيبي على المركز الثاني، بينما المركز الثالث والدور دور المركز الثالث تصل وتتقدم الشهامة لمهير بن علي بن سعيد المنصوري، ولكن دخول وتسلل عليها يا سلام عقار لسعيد بن محمد بن كيلة العامري تخطف المركز الثالث في هذه اللحظات، بينما المركز الرابع الشهامة لمهير بن علي بن سعيد المنصوري. وننتقل استكمال النداء للمركز الخامس اللي تصل جبارة، عامر بن سعيد بن عامر بن حمد النيادي. هذه نتيجتنا أيها الأعزاء، أيها الحفل الكريم، في هذا الشوط، شوط الشلفة الفضية للعمانيات الأصايل، أيضا لهجن الوطن، لهجن الخليج الأصايل. هذا هو الشوط الرئيسي لها، وما زالت شواهين كسرعة الشواهين تسيطر على هذا الشوط وعلى هذا الموقع منذ الانطلاق. يا سلام، شوف الشواهين تنطلق وتسيطر على هذا المركز، محمد بن زفنة بن الويهي العفاري، ولكن الدخول والانطلاق فن تقدم هذا الفن الراقي وهذا العرض الممتاز. تعود ملكية فن لسعيد بن محمد بن سالم الوهيبي احد ضيوفنا من السلطنه الاشقاء دور المركز الثالث، وتتقدم عقار سعيد بن محمد بن كيله العامري، يقدم عقار على المركز الثالث. المركز الرابع تصل فيه الشهامه المهير بن علي بن سعيد المنصوري، وعلى المركز الخامس اللي من الجانب الاخر، وتتقدم تقدم قوي سعيد بن عامر النيادي، يقدم لنا أحد المشاركات في هذا الشوط على المركز الخامس. هذه نتيجتنا جبارة على المركز الخامس. هذه النتيجة للخمسة المراكز المتقدمة الأولى في دائرة النداء والإذاعة، وهناك أسماء لم يحل موعد دخولها إلى دائرة النداء والإذاعة في شوط الشلفة. الشلفة الأولى ذهبت إلى أبناء الغربية هناك في الإمارات، ذهبت الشلفة الفضية في شوطنا المفتوح مع مبارك بن شملان الفلاحي، وذهب الخنجر الفضي المفتوح مع بن قران المنصوري. وسنتعرف في هذا الشوط على بطلة الشلفة الفضية للعمانيات البكار. تتقدم في هذه اللحظات عقار، تتسلل عقار، تتقدم عقار، تتسلل إلى الأمام. هذه عقار سعيد بن محمد بن كيلة العامري في شوط الأعصاب، شوط حساس، شوط أيضا تتطلع إلى اختطافه النفوس وأيضا المضمرين والمشاركين. هذه عقار انتقلت نقلة ممتازة إلى المركز الأول وإلى صدارة الشوط. سعيد بن محمد بن كيلة العامري، التركيز مطلوب يا مضمر ويا متابع عقار. المركز الثاني تصل هنا شواهين محمد بن زفنة بن الويهي العفاري، وعلى المركز الثالث تتقدم فن سعيد بن محمد بن سالم الوهيبي. المركز الرابع تصل وتتسلل الشهامة مهير بن علي بن سعيد المنصوري، وعلى المركز الخامس جبارة تعود ملكية جبارة
لسعيد بن عامر النيادي. هذه نتيجتنا أيها الأعزاء، أيها الحفل الكريم، للمراكز المتقدمة الأولى. يا سلام يا سلام، الله شوت وين؟ الشلفة الفضية وين من هؤلاء المضمرين؟ الحظوظ متقاربة، عقار هي الأقرب للشلفة، عقار هي أقرب للرمز، هي الأقرب للفوز، هي الأقرب للانتصار. عقار 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 على المركز الأول. سعيد بن محمد بن خيل العامري استعد لهذا المهرجان، لهذا الختامي، استعداد كبير واستعداد جيد، وهذا خير دليل على جاهزية عقار في هذا الشوط وقيادتها 1500 متر. وعقار تتحمل مسؤولية صعبة وهي قيادة الشوط، تتحمل عبء كبير وهي المحافظة على المقدمة رغم وجود هذه الشعارات التي تهز الأبدان، هذه الشعارات المخيفة. فن تتقدم بهذه الفنون التراثية الأصيلة. على المركز الثاني فن، يا سلام، سعيد بن محمد بن سالم الوهيبي وصله وابناء السلطنة مع المركز الثاني. جبارة وصلت وانطلقت جبارة على المركز الثالث، تعود ملكيتها لعامر بن سعيد بن عامر النيادي على المركز الثالث. المركز الرابع هنا الشهامة مهير بن علي بن سعيد المنصوري، وعلى المركز الخامس أول نداء لمياسة علي بن خليفة بن رشيد السويدي. الشلفة الفضية وين يا مضمرين؟ الشلفة الفضية تحتار ما بين البكار الحاضرات في هذا المهرجان. فن على المركز الأول، عقار على المركز الثاني، تتقدم فن بطموحات أبناء السلطنة. 800 متر الأخيرة، الله يا سلام، دخلنا الكيلومتر الأخير، اقتربنا من الشلفة الفضية. من المتوج من هؤلاء المضمرين، من هؤلاء العمالقة؟ الشلفة الفضية في مهرجان سمو أمير البلاد المفدى، في المهرجان الغالي. وانطلقت في هذه اللحظات، تحركت الشهامة وانطلقت عقار ووصلت هنا ميزة. سعيد بن سهيل اليبهوني الظهري يقدمها، ولكن المركز الأول مشاهدينا الأعزاء، يا سلام، الشهامة 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 على المركز الأول. ميزة 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 ميزة، الشهامة ميزة، والشهامة ميزة، والشهامة ميزة ميزة ميزة، إلى الشلفة، إلى الشلفة الفضية، إلى الشلفة الفضية، إلى الرمز الغالي. ميزة وميزتها الفوز، ميزتها الحضور، ميزتها التواجد في أشواط الرموز. وسلام يا ميزة سلام، سلام يا ميزة سلام، تهانينا والناموس سعيد بن سهيل اليبهوني الظاهري على اختطاف ميزة للشلفة الفضية للعمانيات البكار، هي أقوى العمانيات في هذا المساء. تهانينا والناموس سلام يا ميزة سلام، تهانينا لحظة الوصول لسعيد بن سهيل اليبهوني الظاهري المركز الثاني. المركز الثاني الشهامة المهير بن علي بن سعيد المنصوري. المركز الثالث فن لسعيد بن محمد بن سالم الوهيبي. المركز الرابع مياسة لعلي بن خليفة بن رشيد السويدي. المركز الخامس جبارة لعامر بن سعيد بن عامر بن حمد النيادي. هذه النتيجة مشاهدينا الأعزاء، أيها الحفل الكريم، للمراكز المتقدمة الأولى. وميزة تختطف وتنتزع الشلفة الفضية من هنا من أرضية ميدان الشحانية وعلى الهواء مباشرة، لتهدي سعيد بن سهيل اليبهوني الظهري هذا الناموس الغالي وهذا الفوز المستحق الكبير. فتهانينا والناموس لمالك ميزة من أحضرها وأيضا جهزها لهذا المهرجان الكبير. هذه ميزة تقتطف المركز الأول. هذا هو ملخص الشوط، شوط العمانيات والشلفة الفضية. هذه ميزة مشاهدين الأعزاء تصل إلى خط النهاية قاطعة مسافة الشوط في 7 دقائق 37 ثانية، 66 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لمالك ميزة سعيد بن سهيل اليبهوني الظاهري، فرحة كبيرة أكيد لمحبين هذا الشعار. المركز الثاني وصلت فيه الشهامة 7 دقائق 39 ثانية بالوفاء والتمام. تهانينا لمالك الشهامة مهير بن علي بن سعيد المنصوري. المركز الثالث وصلت فن اللي ما قصرت، أيضا أدت عرض كبير في هذا الشوط 7 دقائق 39 ثانية 91 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لمالك فن سعيد بن محمد بن سالم الوهيبي. تهانينا والناموس لكل الفائزين أيها الأعزاء. ما زالت الأشواط